أنت تهتم بي، أنت تقودني وأنت ترعاني. أنت مش بس خلقتني وأوجدتني بهذا العالم وخلصتني. من أجمل الكلمات اللي بتسمعها من فم الرب يسوع المسيح لما بيقول لا أترككم يتامى، لا تخف، لا أهملك ولا أتركك. لما الله بيقول لي ما تخاف he means it. لما بيقول لي ما تخاف بيعني الكلام اللي عم بيقوله، يعني عارف كتير منيح عم بيقول لي ما تخاف. مشكلتنا نحن دايما بدنا نهتم ببكرة، وعلى قد ما بدنا نهتم ببكرة ونفكر ببكرة ونشغل بالنا ببكرة، ما منخلي شيء ممكن ينعمل إلا منركض لحتى نعمله، حتى نعرف شو بده يجيب لنا بكرة. مش قادرين ننتظر نعرف شو بده يجيب لنا بكرة. فبتلاقي ناس بيركضوا على الأوروسكوب، وناس بيروحوا يفتشوا على بالم ريدرز حدا يقرأ لك الكف، وناس بيفتش على مين يبصر لك، وناس بيفتش على أساليب وأساليب. ونحن عنا يسوع، يسوع اللي أعظم من الملائكة، يسوع اللي هو أعظم من أي شخص ممكن يكشف لك أي بخت، لأنه يسوع هو الله، هو اللي ضامن بكرة. اللي عنده يسوع ما بيخاف شو بده يجيب له بكرة، لأنه عنده اللي ضامن بكرة. اللي عنده الرب يسوع المسيح بحياته ما بيخاف وبيقلق على بكرة. الإيمان مش إنك مجرد تآمن. بعض الناس بتشوف على بعض التلفزيونات بيعلم لك التعليم اللي اليوم كتير منشوفه، آمن بهالشي وبيصير، يعني خلص just say it، آمن وصدق إنه هالشي بده يصير بيصير. الإيمان بحد ذاته إذا ما كان إيمان بكلمة الله وبوعود الله إيمان فاضي. الإيمان مش إني آمن بإشياء أنا هيك مرسومة على ذهني وطالع على بالي أعمل هذا الشيء ومنفسر كلام الله وكأنه بيقول إنه الإيمان آمن خلص آمن إنه هذا الشيء بده يصير وبيصير. لا، الإيمان هو بوعود الله. بتلاقي الشخص بده يؤمن إنه يكبر شغله ويصير عنده بيوت، ويؤمن إنه يشفى من المرض، وما بده يؤمن إنه يسوع بياخده على السماء فور فري. الإيمان هو إني صدق وعود الله، هذا هو الإيمان. لأنه الشيطان بيعرف إنه يسوع ابن الله، مش مطلوب منك تآمن بس إنه يسوع ابن الله، حتى الشيطان بيعرف إنه يسوع هو ابن الله. الإيمان مش مجرد إني آمن إيمان معلومات، الإيمان هو إني آمن بوعود الله. لما الله قال، لما ظهر على الجسد بالجسد على الأرض، قال الذي يؤمن بي له حياة أبدية. بتصدق كلامه، هذا هو الإيمان. تضع كل رجائك في يسوع المسيح أنك رايح على السماء على حساب دم يسوع المسيح وتصديقا لوعده، هذا هو الإيمان. مش أني آمن أنه بزيح الجبل وروح. ياما في ناس تركوا الإيمان وبعدوا ما صدقوا الرب يسوع المسيح لأنه بدهم الرب يسوع، سامحني يا رب على هذا التعبير، يكون مثل الجيني، تعرفوا بقلب القمقم بقلب الفانوس، بس بدنا الرب يسوع منحف الفانوس وبيطلع عملنا. الله مش هيك، الله مش موجود لأجلنا، نحن موجودين لأجله. الله مش موجود لأجل مجد نفسي، أنا موجود لمجد الله. الله خلقني أنا لمجده، أنا موجود في هذا العالم لحتى أنا مجد اسمه، حتى عيش إله. ولما بعيش إله بصير بعيش حياتي صح، تنعدل حياتي. ما تخاف من بكرة، لأنه رب بكرة معك. ما تخاف أنه ما يكون عندك قوة وطاقة أنك تواجه مشاكل بكرة. أغلب مشاكلنا دايما لأنه عم نخسر طاقتنا اللي عنا إياها اليوم نحن وعم نهتم ببكرة. رب يسوع قال تركوا بكرة لبكرة، يكفي كل يوم شره. اهتم بأمر اليوم، عندك نعمة بتكفيك لليوم، استخدمها لمشاكل اليوم وهموم اليوم. ترك بكرة للنعمة اللي راح يعطيك إياها بكرة. بكرة عنده نعمة بتكفي لمشاكل بكرة ولهموم بكرة. أنت تهتم بي، أنت تقودني. ولما بتفكر إنه أنت إنه هو عم يهتم فيك، بقول لك شو بدك شو بيطلب مني أن أعمل شيء واحد؟ اهتم بالتسبيح لاسمه، اهتم أنا أعبده، حبه، عيش لإله، وهو بيهتم بكل الأمور الثانية. مش هيك هو قال؟ اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.